دارك لتوع عندك. طيب. انت بتحط ايدك عشان تحس تسند وتسند وتحس بيه. صح. شوف الحفره، الحفره ازاي دي؟ ده صح؟
بركة لا هي غرفة الدفن، غرفة الدفن كان موجود فيها هو لما مات الدفن هنا. أما المقبرة فوق بس ما فيهاش حاجة، عمل كل رسوماته وصرف كل حياته في غرفة الدفن. يعني احنا كده فوق مننا مقبرتان بتاعته مكفولة بس مكفولة. ما هشوفها فوق مننا بالظبط. شفت هنطلع كده نطلع قدام لا مش دلوقتي لما فهنطلع بعد ما نطلع كده خالص اخر حاجة عند المدام ما نخش كده هنبقى فوق المقبرة بيبقى في مقبرة عن الرهاب. أما المقبرة زي ما انت شايفها مرسومة بالنجوم والسماء وزخرفها مقبرة جميلة خالص. برضه فيها أيام الناس اللي كانت ساكنة هنا الطبيعية دي لأن زمان كانت المقابر بدون مبان والناس ساكنة فيها دونها محدش يعرف حاجة عن اللي صار. أنت ساكن هنا اشتغل هنا في مصر ولا؟ في مصر أنا عشان مركز عليك بالتصوير يعني. لا في مصر بس احنا يعني بنحب التاريخ تصوير عادي يعني عشان ذكرى لا ذكرى شخصي لا أنا بتعلم دول لا دول ناس هم زي ما قلت كانوا فنانين حبوا يرسموا ويعملوا زي كده يعني ماسك الزراعه ماسك الخازن يعني ماسك العصير